ما نعم. تخلى يعني في ناس مخالفين لهذا. أيضا يعني غير هذا الموضوع أستاذ كمال من مشاكل عقبات يعني بالنسبة لكم مكتب الحج. نعم أمور أخرى تصير بعض الحملات يعني لابد شوف كل اللي يعمل دائما يخطئ لا شك ما لا شك. هذا ما في أي جدال عليه. بعض الحملات طبعا يكون تقصير بعض الأمور في بعض الخدمات مقصرين ببعض الأمور. الحمد لله أنا أقول لك السنة هذه بالذات أنا أعتبرها سنة إنجاز لأن شهدنا فيها قلة المخالفات قلة الشكاوي ما شاء الله. قلة الـ يعني أي عائق في المناسك فالحمد لله هذا الموسم كان مميز بالنسبة لنا وشعرنا فيه هذا الموسم ما شاء الله. طيب أستاذ كمال يعني هل ترى أن الحاج الكويتي يعني المواطن الكويتي هو واعي في هذا الموسم يعني هل ترى هناك وعي يعني عن طريق الشكاوى اللي تجيكم ملاحظات هل تحس ان الناس يعني الحاج انطباعك ان الوعي الحاج الكويتي يعني الاغلبيه واعين حقيقه كلهم عندهم وعي ومدركين ويعني يعني يبقى القله البسيطه اللي هي ما عندها وعي او او تستهتر يعني تستهتر بالامور يعني ما تاخذ الامور بجديه شويه ما تركز ما تاخذ بالامور بال يعني اقول لك اياها ما تكون مفتحه للمعطيه الموضوع اهميه هذه فئه قليله جدا 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 يعني ما تحسب لكن لما يطيح الفاس بالراس تجي تلجا وين وزاره الاوقاف ها صار لنا وصار طيب ليش ما عملت معانا ليش ما كذا ليش كذا ليش كذا يقول لك انا يا غافلين لكم والله ما يصير يعني الواحد يقدم على شيء ويحط فلوسه وبعدين يقول أنا طحت في مطب تعالوا طلعوني نعم ناخذ هذا الفاصل إن شاء الله أستاذ كمال ونعود إن شاء الله معك نستكمل حديثنا عن مكتب شؤون الحج إن شاء الله وما يتعلق فيه من مواضيع بإذن الله تعالى حيث الحضارة حلمنا ونسير للعليا معا نمضي ونروي غرسنا بالخير نسعى خطوة حيث الحضارة حلمنا ونجدد الأمل الذي تشتاقه أرواحنا وردا سنهدي حياكم الله مستمعي الكرام أهلا بكم من جديد برنامج وقفات دعوية طبعا ضيفنا معنا الأستاذ كمال أيوبي ونحن إن شاء الله برفقته سوف نتوقف مع هذه الوقفة الأخلاقية ونستمع لها إن شاء الله مع الأستاذ كمال بإذن الله تعالى تقدير البشر تقدير ذاتي انسجام أعلنت للناس احترامي عنوان تقدير البشر تقدير ذاتي انسجام أعلنتها بين الأنام والفضل للي ما ينام أعلنتها بين الأنام والفضل للي ما ينام ربي أعطى عز وجل واللي يقدر ما يطال ربي أعطى عز وجل واللي يقدر ما يطال واللي يقدر ما يطال وغيرك مبتلى بشواك لو شفت غيرك شكرت الله على حالك في
في كل تأخير أمل الخير يستناك وسعى ترى الخير مثل الطير يسعى لك. قال أحد الصالحين: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. الهمة عمل قلبي، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه، وكما أن الطائر يطير بجناحيه كذلك يطير المرء بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. أن يسلم القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. ونقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا، كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: في من تجهز للجهاد ثم أدركه الموت قد أوقع الله أجره على قدر نيته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: سبق درهما ما أتألف. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق درهم ما أتألف؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مالا كثير فأخذ من عرضها 100,000. إن عالي الهم يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بقيته، لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. العيش في أخراك ولا يواسيك إلا صالح أعمالك، فاسأل من الله مقام العز في مثواك، في يوم ما ينفعون أهلك ولا مالك، في يوم ما ينفعون أهلك ولا مالك. أعلنت للناس احترامي، أعلنت للناس احترامي عنوان تقدير البشر. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، أهلا ومرحبا بكم، نعود إليكم وبرنامج وقفات دعوية. وبعد هذه الوقفة الأخلاقية التي استمعنا إليها برفقة ضيفنا العزيز الأستاذ كمال عثمان الأيوبي، مراقب مكتب شؤون الحج، طبعا نحن استمعنا لهذه الوقفة ولم يخلو استماعنا أيضا إلى حديث ونقاشات جانبية جميلة ومميزة مع الأستاذ كمال الأيوبي حول حملات الحج وحول هذه الهموم، وهذه إن شاء الله مش هموم، يعني إن شاء الله آمال وتطلعات إن شاء الله، وهي كلها مستمع الكرام رغبة في خدمة يعني حجاج بيت الله الحرام، وهو لا شك شرف عظيم وإن شاء الله أجر يعني يحتسب. وأنا أستاذ كمال ما شاء الله يعني لديه هذه الرغبة شديدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والاهتمام بجميع الملاحظات، وما شاء الله الأرقام والدقة والتفاصيل. يعني الموسم الحج ينتهي لكن لدى مكتب الحج لا على مدار السنة هذا التخطيط وهذه الأفكار وهذه التطلعات ما شاء الله. ونحن أيضا سابقا كما تحدثت مع الأستاذ كمال استضفنا يعني هنا مرتين يعني الدكتور عادل فلاح أبو أنس ما شاء الله حضر معنا افتتاح البرنامج كبداية كتشجيع ودعم لنا أيضا، وحضر أيضا مرة أخرى قبل أسبوعين تقريبا. وأيضا في حديثه لم ينسى أيضا مكتب الحج
ويشيد فيكم طبعا وبجهودكم، ودائما يذكر الحجاج، وهو له كلمة مشهورة كما ذكرت قبل قليل، دائما يقف في صف الحاج يعني. نعم أكيد الدكتور عادل. نعود مرة أخرى أستاذ كمال إلى محور حديثنا حول الحجاج وشؤون الحج. ذكرت لي قبل قليل تحت الهواء أستاذ كمال أن في شهر 4 إن شاء الله سوف يعني تبعث لكم السلطات السعودية بأعداد الحجاج إن شاء الله يعني المسموح بهم. بعد هذا التنسيق يعني ما هي الاستعدادات إن شاء الله في موسم الحج المقبل؟ يعني ما الجديد إن شاء الله فيما يختص بهذه الحملات من قارات بإذن الله؟ طبعا في كل شهر 4 يتم زيارة تحددها السلطات السعودية. تكون لنا زيارة للوكيل المساعد والوكيل الوزارة والمدير والمراقبين. نذهب إلى هذا قبل التحديد. قبل التحديد نذهب إلى المملكة العربية السعودية، نقابل هناك وكيل وزارة الحج السعودي ما شاء الله، ونجلس معه، وهناك طبعا نبرم عقود ونبرم وتسلم لنا الأعداد جميل الكاملة بعداد حجاج اللي هو العدد التوتال النهائي لعدد حجاج الكويت. جميل. تسلم لنا، وعلى ضوء عدمنا نرجع للكويت طبعا يكون نبلغ أصحاب الحملات بأن العدد الآن أعطي لنا بالرقم الفلاني 6 أو 7 وإن كان. يتم التوزيع العدد موجب الأعداد الحملات نسبة وتناسب الآن بالتساوي طبعا لجميع الحملات هذا. وإذا هناك في طبعا تعليمات أخرى ممكن نبلغهم بتعاميم. ممتاز. نبتدي نبعث لهم تعاميم عن بحيث أن يعرفون التعليمات أول بأول معنا، ومتواصلين معهم يعني في الواتساب، متواصلين معهم في النت، ومتواصلين معهم في مواقعنا يعني موجودة يعني علاقات أخوية بينكم. نعم إحنا يهمنا طبعا الموسم يكون بالبداية يكون يعني الحمد لله بدون مشاكل وبدون أي عوائق تحوش. وأيضا يعني ما شاء الله يعني أستاذ كمال لا شك هناك تميز للحملات الكويتية. إيه طبعا يعني على مستوى الحملات جميعها الأمانة. نعم هذا أصلا مصدر فخر. مثل ما قلت لك يعني لما السنة هذه لما قلت الأعداد من 400 كان صاحب الحملة بدأ يأخذ 100، بدأ يقدر يخدمهم بالضبط. بدأ يقدر يوفر لهم طلباتهم. نعم صحيح. بدأ يوفر كل طلباتهم. الحاج حس بالأمر هذا. كلنا حجينا وحسينا الفرق. لما يحس إن ما في ضغط في المبنى والأربعمية يعملون. لا شك. ولكن المسألة ربحية حق أصحاب الحملات. لا شك يعني هم حقهم يعني. نعم أنا شيء مشروع لهم. مشروع. نعم صحيح. حقهم حق ربحي. مسألة ما ذكرت الربح يعني أستاذ كمال. مسألة التقييم أو تحديد السعر الحاج بالنسبة للحملات يعني الحملة تحدد السعر هذا للحاج في تنسيق معكم الشأن. حاولنا ندخل على موضوع التسعير أن يكون صاحب الحملة مثلا فئة ألف يكون سعرها مثلا سعر ثابت لكل الحملات فئة باء كذا سعر كذا فئة جيم. هم طبعا ما قدرنا نتوصل معهم الى يعني حل. مساله تحديد السعر هم متروك لهم نهائيا والتقييم عند الحاج احنا. التقييم عند الحاج بالتالي اي نعم. انت سعر وطلب كيف احنا طبعا عندنا هناك تقييم استبيانات عندنا تقدير وعندنا حفل بالنهايه نعمل لنا حفل بان نقيم الحملات المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث والى اخره الى اخره. طبعا هذا الامور نبتدي فيها بعد نهايه الموسم الحج. جميل. ما الحمله اذا رجعت لا يعني ما يكون عند عليها اي مخالفات او اي شكاوي تصنف الى تصنيف امتياز مع مرتبه الشرف ما شاء الله. علاوه على اتصال بحجاج الحملات الحملات طبعا نتصل نعمل نوع من الاتصالات عينات عشوائية نأخذ من الحملة من الحجاج الحملات ونسأل عن ما شاء الله عن الحملة كيف خدماتها من الكويت إلى أن يرجعون إلى نهاية موسم الحج. جميل. وهذه طبعا نطلع فيها بنتيجة بحيث أن نقول تقييمنا يكون على ورق وعلى نوع من الاتصال وعلى أيضا على تواصلهم معنا. نعم أستاذ كمال أتوقع أيضا إن شاء الله يعني
الحج المقبل نفس العدد اللي موسم اللي فات توقع أتوقع لأن غاية الآن ما انتهت توسعة ما انتهت في في الحرم وأتوقع يكون أنتوا تحديد في كل بداية شهر 4 تحددون تبعث لنا يتم التحديد 4 4 بشهر 4 يتم التحديد نهاية 4 يكون للمواطنين إن شاء الله والمقيمين يحددون لنا لا هم دائما